الجشع هو واحد من الخطايا السبعة، وبجد هو اكتر خطية انت عمرك ما هتاخد بالك انك وقعت فيها الا لما يكون فات الاوان. ما سألتش نفسك قبل كده ليه دايما اغنى اغنياء العالم، سواء كانوا ايلون ماسك، دونالد ترامب، زكربرج، ابو جابر، دايما مهما كانوا اغنياء دايما بيكون عندهم مشاكل مادية، بيتهربوا من الضرائب بقى، يعني بيضحكوا على الناس، بيسرقوا ناس، بل في بعض الأحيان بتسمع ان هم مفلسين. فإزاي الجشع واحدة من أجمد القصص البزنسية اللي ممكن نتعلم منها هي قصة Angry Birds. ايوه انا دلوقتي هعمل فيديو على Angry Birds. ايوه هعمل فيديو على لعبه موبايلات. فيعني لو انت مستغرب دلوقتي يعني ايه يا ابو اسماعيل، يعني خلاص دلوقتي احنا وصلنا للمرحله ان احنا بنتكلم على العاب موبايلات، فانا اقول لك لايك وسبسكرايب. بس بجد انتوا فاكرين Angry Birds؟ حتى لو انت من الجيل اللي يعني جدا جدا جديد اللي لسه ماسك موبايلات بقالك كام سنه، حتى لو انت مسكت موبايل بعد ما Angry Birds اتشالت من على الستور، اكيد انت شفت الصوره دي قبل كده. فازاي الشركة كانت في يوم من الايام تساوي مليارات، والمليارات والملايين دي بناء على لعبة موبايل جدا بسيطة، خسرت كل ده؟ الاجابة هي، انا مش عايز احرق عليكم صراحة، بس من الاخر كانت الجشع. بس القصة اكبر من كده، فخلينا نرجع وندرسها مع بعض. انا فاكر بدايات الـ 2010، مرحلة النضوج بالنسبة لجيلي الاولانية كده، فهمت يعني ايه انترنت، مسكت تليفون لاول مرة، عرفت ادخل على النت لوحدي، عرفت يعني ايه فيسبوك لما كان لسه حاجة كول، وفهمت ايه هو الاب ستور. وفاكر برضو ايام لما كان الاب ستور شكله كده، اوف يا الله، اللعب والتطبيقات اللي كانوا دايما موجودين وكان لازم تنزلهم. بس اللعبة اللي كانت دايما 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 رقم واحد كانت Angry Birds. ازاي بقى هي اتنقلت من هنا لهلاك وفشل؟ وبرضو مرة تانية ليه دي حاجة تستحق فيديو. من وقت للتاني لما نهاجم موضوع زي ده ليه دعوة بتاريخ الانترنت الاقتصادي، في حاجات كتيرة ممكن تتاخد منه ونتعلم منها. والجملة المفتاحية هنا او التيمة او الشيء يعني عنوان الدرس بتاعنا هو يعني don't put all of your eggs in one basket، لا تضع جميع ال... دي تمشي لها ترجمة حرفية؟ ما تحطش البيض في سلة واحدة، وهتفهموا قصدي ايه واحنا ماشيين في الفيديو، فخليكم معايا لحد ما نوصل للآخر. من ساعة البوم بتاعت الانترنت والستارت ابس والشركات الصغيرة اللي ليها دعوة بالتكنولوجيا والكودينج بدأت تكسب بشكل مش طبيعي، في فنلندا سنة 2003 كتشجيع للشباب يعني اللي بيشتغلوا في المجال ده، عملوا لهم فعالية. من الآخر الفعالية دي هي عبارة عن معسكر، يجيبوا كده هو ناس مطورين يقعدوهم جوه مكان ويشوفوا انتوا هتقدروا تعملوا قد ايه، يعملوا لنا اجمد لعبه في المده الزمنيه المعينه دي. واللعبه اللي فازت في الوقت ده كان لعبه اسمها King of the Cabbage، ملك الكرنب. مين اللي عملوا اللعبه دي؟ ثلاث شباب من فنلندا، والاسامي بتاعتهم اسامي فنلنديه صعبه فما علينا. المهم بعد ما فازوا قرروا ان هم يعملوا استوديو ليهم لوحدهم كده ويكملوا في مجال الشغل ده. ولسنين طويلة فضلوا شغالين ألعاب بسيطة يخلصوها ويا إما يبيعوها لحد، أو لما دخل السوق بتاع السمارت فونز كانوا بينزلوا الألعاب دي على الأب ستور والبلاي ستور. عملوا أكتر من 50 لعبة، وبسم الله ما شاء الله ولا لعبة نجحت، ولا لعبة. كانوا ينزلوا بلعبة تفشل، ينزلوا بعدها تفشل وتفشل وتفشل، ولكنهم فضلوا مستمرين لحد لما نوصل لسنة 2009 ونزلوا بلعبتهم رقم 52، وكانت لعبة Angry Birds. واللعبة دي تفشل هي كمان. أنا عارف أن شهرة Angry Birds لأي حد فوق سن الـ 12 سنة خلينا نقول هي شهرة يعني غريب شرحها، لان هي بقت جزء من الثقافه العامه. اكيد انت شفت الشكل ده قبل كده في مكان ما، اكيد انت مر عليك لعبه من اللعب دي، اكيد انت شفت مخده زي كده. فازاي حاجه بالانتشار ده كانت فاشله في البدايه؟ هي كانت فاشله لمده 6 شهور، ولكن واحده واحده بدات تاخد مومنتم لحد لما وصلت لرقم واحد. والمكان رقم واحد ده يعني كان معروف في الوقت ده ان دايما Angry Birds هي اللي موجوده فيه. عمرها ما نزلت اشهر لعبه موبايل في التاريخ بفكره لعب في منتهى البساطه، هترمي الطيور دول على الخنازير تاخد نقاط. سلام عليكم.
لا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير. نوصل لسنة 2014 2 مليار داونلود للألعاب بتاعتهم. اوكي وخدوا بالكم من كلمه الالعاب بتاعتهم لان اكيد برضو الريمكسات بتاعه انجري بيردز دي عدت عليك يعني انجري بيردز سبيس انجري اوف يا الله انجري بيردز سبيس دي كانت المفضله بالنسبه لي انجري بيرد ريو وهكذا وانا زي جالي نوستالجيا 2014 2014 دي من 9 سنين بمناسبه الوقت اللي عمال يعدي بسرعه ده انا فاكر يعني حبي لعمل الفيديوهات والكتابة اللي كان موجود عندي في الفترة دي والحاجة اللي أنا كنت دايماً بعملها بقى إن كل تفصيلة كان بتيجي جوه دماغي كنت بكتبها والكتابات بتاعتي دي لسه موجودة عندي ولسه محتفظ بيها لحد دلوقتي وموجودة جوه الصندوق الكلام ده من قبل ما أفكر حتى إن أنا أشتري كاميرا أو من قبل ما أفكر حتى إني أعمل حاجة على اليوتيوب وعلى الوصول بتاع المليون مشترك اللي إحنا قربنا عليه هنفتح الصندوق ده مع بعض وكل حاجة أنا كتبتها هنقراها مع بعض وشاركها معكم عشان تكون جزء من الحدث التاريخي اللي إن شاء الله يحصل قريب فتأكدوا أنتم مشتركين في القناة وانشر القناة على قد ما تقدر مع أصدقائك وأهلك شكرا على دعمكم فالمهم بنقول لك أنجري بيردز بقى إيه تعمل لها داونلود كم مرة 2 مليار مرة احنا عايزين نوصل مليون يعني مش فرق كبير يعني تمام نرجع لانجري بيرز خلينا نتكلم فلوس الفلوس بتاعت امبراطوريه انجري بيرز قد ايه الشركه دي كانت بتدخل الارقام اللي موجوده على الانترنت بتقول ان يعني اقصى ما وصلوا كانت حاجه زي 500 مليون دولار في السنه يا الله الحاجه اللي تضرب دماغك اكتر بقى وتخليك تعيد تفكير يعني ازاي البيزنس ده بيمشي هو ان 50% من الارباح دي كانت من الميرش المنتجات الاضافيه اللي بتيجي او بتتباع بسبب شهرة الحاجة الاساسية انا بتكلم ميرش حاجات زي هدوم حاجات زي دباديب حاجات زي العاب ليجو حاجات زي اكشن فيجرز عملوا نص فلوسهم مش من المنتج الاساسي بل من المنتج الاضافي بس ده برضو ما يمنعش ان اللعبة ذات نفسها كانت بتعمل شوية فلوس حلوة والان ناخد درس سريع عن الجيم ديزاين هو ليه مفيش ناس بتتشجع اكتر ان هي تروح التخصص ده في الجامعه تخصص جدا خرافي جدا جامد في تصميم اي لعبه في العالم اي لعبه في العالم في حاجات لازم كمصمم للعبه تخلي بالك منها والكلام ده لو اللعبه في منتهى التعقيد او حتى لو لعبه موبايل بسيطه حاجات زي الشخصيات الالوان بتاعتها المزيكا القصة ده لو اللعبة بتاعتك فيها قصة الجيم بلاي او الطريقة اللي اللاعب بيقدر يتحكم في الشخصية واحدة من اهم الحاجات في تصميم اي لعبة وهي اللوب او الحلقة او العقدة اللي انت بتدخل فيها الشخص اللي بيلعب اللعبة لما تلعب لعبة زي سبايدر مان مثلا ايوة انت كل ما بتلعب وبتتقدم بتخلص اجزاء من اللعبة وبتدخل على اجزاء جديدة وبتعمل مهمات جديدة ولكن انت لو ركزت انت بكل بساطة بتعيد نفس اللوب اللي انت عملتها قبل كده ولكن اصعب شوية نفس الموضوع مع لعبة زي اركام نايت ونفس الموضوع مع لعبة زي انجري بيردز اللوب بتاعت انجري بيردز هي دي ودي ودي وكل ما اللوب بتاعت اللعبة بتاعتك تكون جميلة وسهلة وفي نفس الوقت بتحسس اللاعب ان هو بيعمل حاجة فيها تحدي انت كده عندك تصميم خرافي للعبة بتاعتك الناس بقى بتوع استوديو ريفيو تمام اللي هو الاستوديو اللي انتج الالعاب بتاعت انجري بيرز عمل ايه بالمعلومة ما عملش اذكى حاجة اللي عملوه ان هم حطوا كل شيء موجود عندهم في الشيء الواحد ده لا تضع جميع ال هي دي تمشي لها ترجمة حرفية السلة الواحدة هي اسم انجري بيرز البيض هو نفس الجيم لوب اللي هم خلوها مشهوره وفي اوقات تانية كانوا بياخدوا جيم لوب من لعبه تانية مشهوره وبس يحطوا اسم انجري بيردز عليها وده هو السبب ده هو السبب اللي مخليني اعمل الفيديو ده اساسا خطر الواحد ما بياخدش باله منه مهما كان الشيء جيد وناجح دلوقتي ما شاء الله يعني طول ما انت مش واخد بالك ودايما بتسعى انك تغير وتبص لبره هيجيلك يوم وتنهار ومين كان يصدق ان انجري بيرز في الوقت ده بعد كل الالعاب اللي نزلوها بعد ما انتجوا فيلمين الفيلمين دول يعني جابوا لهم فلوس اكتر من 300 مليون دولار بعد ما فضلوا ناجحين لاكتر من 10 سنين ينهاروا
ويخسروا. الجشع يا صديقي. لو انت متابع قوي يعني، في وقت ما حصل حاجة في منتهى الغرابة، اوكي، وهي ان لعبة Angry Birds اتمسحت من على الاب ستور. طيب هما ليه يعملوا حاجة يعني في منتهى الغرابة؟ وانت على فكرة لما تدور على Angry Birds كل اللي هيطلع لك، هيطلع لك الالعاب التانية اللي فيها نحت غريب، ولكن لسبب ما هم لابسين العباية بتاعت Angry Birds. يا عمي دي لعبة زوبة، اوكي، لعبة زوبة كنت بلعبها وانا عندي 5 سنين، ليه Angry Birds منزلها في 2022؟ انا مش فاهم. الالعاب دي بسيطة جدا وسهل جدا سرقتها، وعلى قد ما هي سهل ان هي تتسرق وسهل ان هي تتطور، النوع ده من الالعاب بالجيم لوب اللي موجود فيها هي اكتر العاب بتكسب. فالناس اللي مسكين Angry Birds يعملوا ايه؟ يستغلوا الجمهور اللي بنوه تحت اسم Angry بيرد علشان يروحوا يلعبوا الالعاب التانية الجانبية اللي بتكسب فلوس دي، فيتأكدوا زي انهم يروحوا يلعبوا الالعاب دي ومسحين اللعبة الاصلية. من الاخر خلوا الالعاب الاضافية الوحشة دي اللي بتجيب لهم فلوس اكتر نوع من الميرش، متجاهلين تماما التطور اللي هم كانوا المفروض يعملوه في البيزنس اللي هم موجودين فيه، وهو بيزنس تطوير الالعاب. وبعد خيانتهم دي لجمهورهم الاصلي هم نزلوا اعتذار، اللي هو يعني نوعيه ما كانش قصدنا نشيل اللعبه، احنا كنا عايزين نعمل لكم احسن حاجه، ولكن يعني احنا بتزعلوش كله تمام. وفي الاخر اللعبه راح تنزل الثانيه على الستور دلوقتي، وايه ريدز كلاسيك، واللي هو بصوا اللعبه القديمه اللي انتوا حبيتوها اولا لونج دلوقتي رجعناها وبتاع الكلام ده ونزلناها برضو بفلوس. الامبراطوريه بتاعت Angry Birds من الحاجات اللي انا ما كنتش اتوقع ان في يوم من الايام هعمل عنها فيديو، بس فكره ان تقدر تتعلم من الدرس ده، درس ان في منتهى الخطورة ان انت تحط كل امالك وطموحاتك وكل حاجة انت بتشتغل عليها تحت حاجة واحدة نفعت معاك مرة، طالما انك ما بتاخدش الموضوع ده وبتطور فيه وبتجرب كذا حاجة بس معلق كل البيض بتاعك في سلة واحدة، دي تعتبر وصفة سحرية للهلاك، ممكن مش دلوقتي ولكن للهلاك يوما ما، فخلي بالكم.